مواجهة الإمارات وهونغ كونغ في دور المجموعات من كأس آسيا 2023 الأحد 14 كانون الثاني يناير 2024 الساعة 5:30 مساء بتوقيت دمشق. من هم أفضل لاعبي الإمارات الذين سيعتمد عليهم باولو بينتو المدرب الإماراتي؟ أولا علي مبخوت لاعب الجزيرة الإماراتي، رغم تجاوز عمره 33 عاما ما يزال مبخوت من أخطر مهاجمي الإمارات وأكثرهم خبرة، 114 مباراة دولية و85 هدفا، وهو الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات والهداف التاريخي للدوري الإماراتي. ثانيا فابيو دي ليما لاعب نادي الوصل الإماراتي، يلعب في مركز الوسط المهاجم ولاعب خطير برازيلي الأصل، حصل على الجنسية الإماراتية عام 2020 وهو ثاني هدافي الدوري في موسمي 2017 و2018. ثالثا كايو كانيدو أيضا برازيلي الأصل، لاعب نادي العين الإماراتي، بدأ اللعب في الإمارات في نادي الوصل ومن ثم انتقل إلى نادي العين وحصل على الجنسية الإماراتية عام 2020. وبالتالي جاء الافتكاك، لاحظ هذا التبادل الكروي، وهنا وصلت الكرة إلى لاعب برازيلي وبلمسة برازيلية من لاعب ناشئ هناك في السيليكون. أما أفضل لاعبي هونغ كونغ والذين سيعتمد عليهم المدرب يوري أندرسون السويدي، أولا ياب هونغ فاي كابتن وحارس الفريق ولاعب نادي إيسترن سبورتس في هونغ كونغ، لعب هذا الحارس 88 مباراة دولية ولذلك فهو صاحب خبرة واسعة في ميادين ملاعب كرة القدم. ثانيا إيفرتون كامارغو يلعب كجناح أيمن، لاعب نادي ليمان في هونغ كونغ، ولد في البرازيل ولكنه يلعب لمنتخب هونغ كونغ الوطني. المواجهات السابقة، التقى الفريقان مرتان في تصفيات كأس آسيا 2015 وفازت الإمارات بسهولة في المباراتين بأربعة أهداف مقابل لا شيء. وهنا نشاهد أهداف مباراة الإياب التي جرت في أبوظبي وفازت بها الإمارات 4-0، وسجل الأهداف كل من سالم صالح، وليد عباس، عموري، إسماعيل الحمادي. تبدو هذه المباراة محسومة لصالح الفريق الإماراتي نتيجة للفوارق الكبيرة بين كلا الفريقين، وعلى الأرجح سيكون فوز الإمارات فوزا سهلا ليكون خطوة موفقة للأبيض في تجاوز سهل للدوري الأول. يذكر أن منتخب الإمارات حقق نتائج جيدة بدءا من عام 2023 حيث لعب 11 مباراة، فاز في 7 منها وتعادل في 2 وخسر 2 فقط، في حين لعب منتخب هونغ كونغ بدءا من عام 2023 12 مباراة حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 وخسر في 6 مباريات. رغم أن المباراة تبدو محسومة لصالح الأبيض الإماراتي، إلا أن المفاجآت قد يحملها فريق هونغ كونغ المتواضع كما فعل مع المنتخب الصيني في بداية هذه السنة وفاز عليه بهدفين لواحد في واحدة من أكبر المفاجآت، فلنكن حذرين من هذا المنتخب ومفاجآته، وبالتوفيق لفريق الأبيض الإماراتي بفوز كبير على هونغ كونغ.